التسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأطهار لا سيما رفيقه في الغار. وهذه عقيدة ثانية سميتها الفريدة وهي لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في العلم، تكفيك علما إن ترد أن تكتفي لأنها بزبدة الفن تفي، والله أرجو في قبول العمل والنفع منها ثم غفر الزلل. وصلنا عند إيه؟ أقسام الحكم العقلي. أقسام حكم العقل لا محالة هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز ثالث الأقسام، فافهم ونحت لذة الإفهام. الآن حنشرح إيه أقسام الحكم العقلي. اولا تعريف ايه الحكم. الحكم معنى ايه؟ الحكم اثبات امر لامر او نفيه عنه. فالحكم اما اثبات او ايه او نفي. فهنا شرع يتكلم عن اقسام الحكم العقلي وهي ثلاثة اي لا رابع لها، هي الوجوب ويقابله الاستحالة وبينهما الجواز او الامكان. فالاقسام جمع قسم، والقسم معناه ايه؟ من درج مع غيره تحت كل او كلي. قلنا عندنا كلي وهو ايه الذي يطلق على كثيرين متفقين في الحقيقة واقع او في الماهية واقع في جواب ما هو، هذا يسمى كلي. فلو سئلت مثلا عن زيد وسعيد وعثمان تقول ايه انسان، هذا لفظ ايه كلي. والكل ايه تحته ايه جزئي، تحته جزئيات. اما الكل فتحته ايه اجزاء، اللي عندك كل وعندك ايه كل. فكلمة قسم اما ان تندرج تحت كل او تحت ايه كل. والكل ما تركب من جوهرين فاكثر، تعريف الكل ما ترتب او ما تركب من جزئين فأكثر. يعني لو كان جزء واحد لا يتجزأ اللي هو الجوهر الايه الفرد، اما جزئين فأكثر يسمى ايه كل. فما تركب من اجزاء اقل حاجة ايه اثنين فأكثر يسمى ايه كل. مولانا سمعت ان جوهر الفرد يعني هو في شيء يتحقق فيه عدم الجزئية الا ذات الاله؟ لا، الله تعالى لا يقال له جوهر، تمام، لان الجوهر ايه يتحيز له حيز. اما اذا قالوا ان الجوهر معناه القائم بنفسه يبقى يجوز اطلاقه على الله بالمعنى، اما من ناحية الشرع ممتنع لانه لم يرد. فما يطلق على الله تعالى من اسماء وصفات لا بد فيها من توقيف، يعني لا يقال جوهر حتى وإن كان المعنى صحيحا، لأنه معنى كلمة جوهر إما أن الجزء الذي لا يتجزأ أو الذي له حيز أو الإيه الذي قام أو ما قام بنفسه. فعلى هذا المعنى يجوز إطلاقه من ناحية المعنى، أما من ناحية اللفظ يمتنع لأنه لم يرد به إيه نقص. خلاص، ولا بد في إطلاق الاسم أو الصفة أن ترد له المادة وألا يوهم نقصا. والشرط له الثالث أول شيء أن تكون المادة وردت، ألا يوهم نقصا أن يكون من قبيل الصفات لا من قبيل الأسماء. فلم يرد إيه في الشرع
تسمية الحق سبحانه وتعالى او وصفه بانه ايه بانه جوهر. لكن مولانا الجوهر الفرد اقصد يعني في جوهر في جسم بحق انه لا يتجزأ يعني؟ ده استراد عقلي. يعني معناها الذرة مثلا اثبت العلم او كان اصغر حاجة الذرة. نعم. يعمل مثقال ذرة اثبت العلم انه الذرة ممكن ايه تتجزأ. امال ايه اللي ما بتجزأش؟ ما فيش حق يعطيك. هو حتى بقول لك اذا الجزء الذي لا مثلا جبت ورقة زي كده وجزأت جزء جزء حتى وصلت الى جزء لا يمكن من ناحية الايه الناحية الناحية الطردية الاستطاعة، لكن هو من ناحية العقلية ممكن ايه يجزأ. يعني يا مولانا ممكن نقول جاب استراد عقلي يعني هو البسيط الذرة او ما هو اصغر من الذرة. وبعدين لما تأتي مثلا تتفتت او تتحول الى ايه الى طاقة مش الى مادة، لا يشغل حيز بيجي الطاقة قوة. فاذا هم كانوا بحسب علومهم بحسب ما وصلوا ليه افترضوا انه كلمة كل دي لابد يكون متركب من جزئين ها فاكثر، من جوهرين فاكثر. طبعا اي جزء ممكن تجزئه الى اجزاء، فاي جزء يعتبر بالنسبة لما يحتمله من اجزاء يعتبر كل. نعم. خلاص كده. نعم. اما الكل ده غير الايه غير الكل. الكل تحته ايه جزئي والكل تحته جزء. وتعريف الكل ما تركب من جزئين فاكثر. خلاص كده. نعم. ده تعريف الايه الكل. طب وتعريف الجزء ما تركب منه ومن غيره كل. بالعكس. والكل ما تركب من جوهرين فأكثر. وعرفنا طبعا الجزئي مفهوم في المنطق يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. والفرق بين الجزئي والكل أن الجزء ده يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. زي مثلا إيه بلد معين دمشق إذا أطلقت لا يتصور إلا بلد لا يشترك معه من البلاد في نفس الإيرات، أو زي اسم شخص، أو زي مثلا علم إنسان على أو اسم الإشارة. أقول لك هذا لما يقول لك هذا اقول لك لا هذا معناها لا يقبل الشركة. لو كان يقبل الشركة اذا قلت هذا اذا يشمل اي ايه نعم ما يشار لك لا الاسم الاشارة والال للعهد نعم مش للجنس، الجنس دي يقع فيها الشركة والعلم والكنية ودي ايه امور معينة والاسم المجرد اللقب والكنية كلها دي ايه جزء يعني يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. إذا قلت مثلا أبو حفص يبقى لا يطلق إلا على إيه جزئي يعني على مشخص معين لا يقبل الشركة. نعم. هو سيدنا عمر بن الخطاب. نعم. أما إذا قلت مثلا المسجد ده لفظ كله هذا مسجد سيدنا الحسين مسجد ومسجد الحرام مسجد، إنما إذا قلت المسجد الحرام إيه جزئي. إذا قلت مثلا بلد أي بلد من أقصاها إلى أقصاها، أما إذا قلت العراق خلاص جزئي، إذا قلت نهر أي نهر، إذا قلت نهر الفرات، فهذا هو مفهوم الكلي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة في ذا الكلي، أما الجزء يمنع من وقوع الاشتراك فيه. والكل تحته أجزاء، والكل تحته إيه؟ جزئيات. وله أمثلة طبعا في تقسيم للكل باعتبار إيه الكل والكل في فرق أمر إيه ده فرق مهم جدا. الكل تحت أجزاء الكل تحت أجزاء. يعني أنت اسمك إيه محمد باعتبار إنك أنت محمد، أنت بالنسبة للطيف الأفراد دي كلكم من أول آدم إلى آخر كلكم اسمك إنسان، فكلمة إنسان دي أنت مشترك معي فيها ومشترك مع فيه صح كده ولا لا؟ نعم. فانت كده كلي. اما انت باعتبار الاجزاء اللي فيك يدك وراسك وعينيك ورجلك انت كده كل، لانه على بعض كده ايه باجزائك كلها ايه انت كل. اما بمفهومك
اللي هو الانسان اللي هو مشترك مع الجميع فيه، يبقى انت ايه؟ كلي. وضحت؟ يبقى هناك كل وايه وكلي، وهناك جزء وجزئي. يا مولانا يعني ممكن يعني يعني مثلا مثلا البيت، البيت لفظ واحد، ممكن ان يكون لفظ البيت كل وممكن ان يكون كليا، بس باعتبارين مختلفين. اذا قلت بيت، بيت وبيت الملك وبيت الرئيس وبيت الوزير وبيتك وبيته وجميع البيوت تشترك في كلمة ايه؟ بيت. اما اذا اردت البيت بجدرانه وسقفه وابوابه فهذا ايه؟ كل. فمجموع، هل يقال البيت على السقف وحده؟ لا. هل يقال البيت على الباب ولا على الجدار ولا على مجموع هذه الاجزاء؟ يبقى في هذه الحالة اسمه ايه؟ كل. انما اذا اردت في هذه الحالة اسمه كل. اما اذا اردت البيت باعتبار اللفظ نفسه المفهوم الذي لا يمنع وقوعه تصور الشركة فيه يبقى ايه؟ كلي. ممكن نقول ان الكلي هو كل تحت الكل. نعم. الكلي كل داخل تحت الكل او كلي تحت الكل؟ لا، مش بحكاية داخل تحت او كذا، احنا بنتكلم على مفهوم الكلمة. تمام كده؟ هناك عندك المفهوم وهناك عندك ما صدق. تمام كده؟ احيانا يكون الايه؟ المفهوم الكلمة متغير. تمام كده؟ ولكن ما صدق واحد. خلاص كده؟ يعني مثلا ناطق وضاحك، مفهوم النطق معنى الكلمة، معنى ناطق غير معنى ضاحك، لكن الما صدق يعني يصدق على ايه؟ كلمة ضاحك وكلمة ناطق على الانسان. يبقى معناها الما صدق واحدة لكن المفهوم ايه؟ متغير مختلف. خلاص كده؟ يبقى اذا هنتكلم على مفهوم كلمة كل ومفهوم كلمة ايه؟ كلي. يبقى هنا اذا كان نظرت الى اعتبار الاجزاء اللي هي مركب منها الكل ده اسمه ايه؟ كل. اما اذا نظرت الى المفهوم المشترك يبقى ايه؟ كلي. واضح؟ كل شيء كلي وكل في نفس الوقت بس باعتبارين. باعتبارين تمام. اي شيء اطلق عليه تمام. والكل ما ما نعم هناك كليه. نعم هناك لفظ كليه. الكليه دي القضيه بالكلية والجزئية، هذا في أقسام القضايا. وصف. ده وصف. قضية كلية. إيه معنى إيه معنى قضية كلية؟ معناها إيه؟ فيها سور مصورة بسور كلي، معنى لم يشذ منها. كل أفراد هذا الجنس يصدق عليها، لكن كل نفس ذائقة الموت، هذه قضية كلية. كل من عليها إيه؟ فهم. دي اسمها قضايا كلية وكثيرة في القرآن الكريم. وفي قضايا جزء ايه؟ بعض. وفي قضايا لا كلية ولا جزئية، مهملة وهي في قوة الجزئية. وفي قضايا مشخصة زي ايه؟ محمد رسول الله. دي ايه قضية دي؟ نعم. لكن دي ايه؟ شخصية مشخصة ولا تقول عليها جزئية؟ لا ما تقولش عليها جزئية، دي شخصية، لانه دي جزئية فيها بعض، والبعض ممكن يكون عدد، انما هنا واحد محمد رسول الله. ولو قلت مثلا الشيخان روايا احد برضه دي جزئيه، لانها ايه؟ دي شخصيه، لانها ذكرت ايه؟ اثنين. قلت الشيخان جزئيه، لو قلت العبادله، لو قلت المية اوصافهم تبقى شخصيه، انه مش معنى مشخصه يعني شخص واحد بس، اشخاص باعيانهم، الشيخان يعني البخاري ومسلم. اما جزئيه لغير بعض ما عيناش، فمنهم مؤمن ومنهم كافر. اذا الفرق بين الشخصية والجزئية، ان الشخصية معينة العبادلة الاربعة ما تقدرش تدخل فيهم واحد من عندك، انما لما تقول منهم ما فيش تعيين، اذا لم يكن تعيين يبقى جزئية. يبقى الكل ما تركب من جوهرين فاكثر. والكل هو ايه؟ الذي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة او ما صدق على كثير. لكن الكل على نوعين، يعني مثلا لو قلت ايه؟ الكواكب ده كله ولا كلي؟ كلي، لانه كل كوكب داخل في كلمة ايه؟ الكواكب. خلاص كده؟ يبقى معناها
لو تصورت كوكب، اي كوكب يطلق عليه كوكب، فلا يمنع تصوره من وقوع او من انه يصدق على كثيرين. اما الذي لا يقبل الاشتراك ولا يصدق الا على معين او مشخص يسمى ايه؟ وجود. مولانا الكواكب ايه، كله ولا كلي؟ كلي، لانك ما تصورنا واحد، احنا بنتصور كثيرين. والكل على قسمين، كل ايه؟ مشكك، ها؟ وكل متوافق. خلاص؟ فالمتواطئ او المتوافق هو اللي ايه؟ الذي ليس فيه ايه؟ اختلاف او تفاوت، يعني يصدق ايه؟ بدرجة واحدة. زي ميت، اي ميت اسمه ميت، ما فيش تفاضل ولا تفاوت بين ميت وبين ميت، انك ميت وانهم لا، ليس فيها تفضيل، لا يقال اموت، ما تجيش في التفضيل. فاذا كان بهذه الطريقة، هذه امرأة وهذه امرأة وهذه امرأة، ولا فرق بين امرأة وامرأة من حيث ايه؟ كونها امرأة. فأي امرأة في الدنيا تسمى ايه؟ امرأة. تقول عقدت مثلا على ملكة سبأ عقد زواج، ليه؟ لكونها امرأة. هل وصف الملكة ازال عنها وصف الانوثة؟ لا. اذا هنا من حيث ايه؟ اشتراك جميع النساء في هذا الوصف، اذا اسمه ايه؟ متوافق، يعني متوافق. اما لو قلت مثلا قوي القوة، في تفاوت، في قوي وفي ضعف، في تفاوت العلم، في تفاوت البياض، في الجهل، فما يقع فيه التفاضل يسمى ايه؟ المشكل. اما ما لا يقع فيه التفاضل يسمى ايه؟ ويسمى المندرج تحت الكل ايه؟ جزءا وبعضا. اذا كان في ميه بس هنا، في ميه هنا. اللي يندرج تحت الكل اسمه ايه؟ ها؟ جزء، جزء او بعض. والمندرج تحت الكل يسمى ايه؟ جزء. ويسمى مورد القسمة وهو الكل او الكل مقسما. بفتح فسكون فكسر، مقسما. والتقسيم التمييز والتفصيل، اي جعل الشيء اقساما. يعني عندما تميز هذا عن هذا، التمييز ده معناه ان هذا مغاير لهذا، في مغايرة. وتفصيله عنه، جعلت الشيء اقساما، او معنى ايه؟ التقسيم. وعلامة تقسيم الكل الى اجزائه صحة انحلاله الى الاجزاء التي تركب منها، وعدم صحة حمل المقسم على الاقسام. اذا عندك هنا ايه؟ مورد القسمة، يعني الكل المندرج تحت الكل، او الكل المندرج تحته الكل. يبقى اما ان يندرج الكل تحت الايه؟ الكل. واما ان يندرج الكل تحت الايه؟ تحت الكل. يبقى هنا الكل المندرج تحت الكل، او الكل المندرج تحته الكل، مقسما، اي ويسمى كل منهما مقسما. يعني هذا قسم وهذا ايه؟ قسم. والتقسيم مصدر لايه؟ قسم، مش قسم. التقسيم مصدر لايه؟ قسم بالتشديد، زي قدس. يبقى المصدر بتاعه ايه؟ قدس تقديسا. يبقى قسم ايه؟ تقسيما. انما لو قلت قسم يبقى ايه؟ قسما. يبقى هنا التقسيم مصدر لايه؟ لقسم. وبعدين بيقول لك علامة تقسيم الكل، علامة تقسيم الكل الى اجزائه صحة انحلاله الى الاجزاء التي تركب منها. ايه معنى هذه الكلمة؟ مثاله ايه؟ انقسام مثلا نوعين من الشراب مثلا، اذا خلطتهم ببعض
واذا كان مثلا عسل وخل مثلا ممكن تخلط هذا بهذا. لو صح انحلال يعني فصل هذا عن هذا فانت ايه ميزت وقسمت. وهذا بالنسبة لايه للكل. وعلامة تقسيم الكل يبقى الاجزاء اذا انفصلت عن بعض يبقى هذا علامة تقسيم الايه الكل. يعني مثلا زي الكرسي لو قسمنا فكينا اجزاء او زي الهاتف او زي اي شيء او فكينا الكتاب ده قسمنا اجزاء زي ده علامة تقسيم الايه الكل صحة انحلاله الى الاجزاء التي تركب منها. زي ما تجيب الجهاز او السيارة وشيل الماتور وحده والباب وحده والزجاج وحده وكده ايه انحلت الاجزاء اللي تركب منها ايه الكل. دي علامة تقسيم ايه الكل. اما علامة تقسيم الكل انقسام الحيوان الى انواع الجنس انقسام الجنس الى نوع زي الحيوان انقسم الى ايه انسان وفرس وغزاء الى اهل. الجنس يصدق على كثيرين مختلفين في الماهية. والنوع يصدق على كثيرين متفقين. يبقى هنا حيوان ده جنس يصدق على كثيرين. كيف نقسمه؟ انه علامة تقسيمه انه ايه يصدق على اكثر من نوع بخلاف الكل ينحل الى اجزاء. اما هذا ما فيش اجزاء فيه كيف هنقسم الكل؟ هنقول مثلا الحيوان كله ولا مش كله؟ كله. لكن كيف نقسمه؟ نقسمه الى انواع. انسان نوع، فرس نوع، جمل نوع. لو افرض قلنا انسان ما هو انسان كله برضه هنقسمه الى ايه الى افراد. سعيد، زيد، عبد السلام، هارون، موسى، عيسى. قلنا كده الجنس تحته ايه نوع، والنوع تحته ايه ما فيش تحته نوع تاني ده هو يسموه نوع الانواع الانسان. يعني معناها تحته ايه افراد. واضح؟ يبقى اذا علامة تقسيم الكل الى جزئيات صحة حمل المقسم على كل من الاقسام. يعني لما نقول انسان يصح ان نقسم زيد انسان، عمرو انسان، الى اي انسان. هذا ايه ثم قال والحكم اما شرعي. حكم ينقسم كم قسم؟ شرعي. وهي ثاني مولانا معلش المقسم الاقسام دي يا مولانا. ايوه ايه المقسم يعني مش راكب عندي. مش انا قلت لك يا مولانا مورد القسمه عندك تقسيم بالتشديد الفعل بتاعه قسم والمصدر ايه تقسيم. لما جاء هنا ثم قال لك اقسام اقسام جمع ايه قسم. وبقول لك ايه معنى قسم؟ من درج مع غيره تحت كل. يعني قسم يعني جزء. نعم بس خلاص قسم يعني جزء. يقول لك من درج مع غيره تحت ايه كل. لكن ليه ما ينفعش تعريف واحد؟ إذا كلمة قسم دي والأول هنا بيقسم ايه بيقول لك أقسام حكم العقل. هو بيشرح في كلمة أقسام. فكلمة أقسام لما نيجي نفكها يا إما تنحل إلى حاجتين مش حاجة واحدة، إما أن تكون تحت كل وإما أن تكون تحت كل. يعني هو بيقسم ايه بيقسم كل. يعني مثلا تعال انا اقسمك انت نفسك انت كل. نعم هقسمك الى كم قسم؟ بقول لك يدين اهو قسم، رجلين قسم، عينين قسم، وهكذا. نعم هيجعل منك سبعه اقسام. اذا انا في الحاله دي عملت ايه قسمتك يعني قطعتك يعني جزأتك. نعم خلاص كده وضحت. نعم انما لو احنا مش هنقسم الكل هنقسمك باعتبار انك كل هنقسمك باعتبار انك كلي لابد حتشترك مع الاخرين في هذه. وحنقول هنا واحد اثنين ثلاث اقسامه. تمام الطلب على قسمين قسم مثلا مجتهد قسم مثلا ممتاز. لهذا بنقسم ايه في هذه بنقسم باعتبار الكلي. فلما قال لك اقسام الحكم العقلي هل يريد هنا يقسم اجزاء ولا يقسم جزئيات؟ ان كان مندرجا تحت كل يبقى بيقسم اجزاء.
وان كان مندرجا تحت كل اذا ذكرت ايه جزئيات. وعشان كده عاوزين نعرف مورد القسمه اللي هو المقسم ده ورد هنا ولا ورد هنا؟ ها وصلت ولا لسه؟ المقسم يعني اللي هو يعني معناها الاتجاه اللي هيقسم بيه، هيقسم على اساس كل ولا كلي؟ وضحت ولا لسه؟ وشرحناه عشان ما نروح الثاني. ويسمى مورد القسمة ده، فهمتوا يا مشايخ؟ صح. بس في علامة دلوقتي، علامة تقسيم الكلة الى اجزاء صحة انحلاله الى الاجزاء. نعم. يعني لو كان انحل وتنفصل الاجزاء دي كده علامة صحة التقسيم. لكن لو كان ما ينحلش يبقى ما يقبلش القسمة. يعني مثلا لو عسل وخلوا استطعت انت تفصلهم على بعض يبقى كده ايه؟ قسمت الاجزاء، اي فصلتها ميزتها. انما مثلا في اجزاء في الماء دي عاوز عملية كيميائية، ذرتين يعني من الهيدروجين والنيتروجين، عاوز شغلانة. اذا كان ما ينفعش يبقى خلاص عدم انحلاله، واي شيء بينحل الى اجزاء كيميائية. نعم. تمام كده؟ حتى الانسان نفسه قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب ايه حفظ. اما الكلي صحة حمل المقسم يعني مورد القسمة على كل من الاقسام، بمعنى انه نسمي ايه، خد بالك كده، اقسام الحكم او انواعه، نسمي كل واحد من الثلاثة دولة الشرعي او العادي او العقلي نسمي ايه، نسمي حكم كده. اذا في الحاله دي انقسمنا من ناحيه ايه؟ من ناحيه اعتباره كلي، هنا ده امور عقليه دي، فنقول على الحكم العقلي حكم، ونقول على الشرعي حكم، ونقول على الايه؟ على العادي حكم. يبقى كله اشترك في ايه؟ بكلمه ايه؟ حكم. يبقى هنا يبقى قسم باعتبار ايه؟ كلي. باعتبار كلي. كلي ولا كل؟ كلي. كلي. والحكم اما شرعي واما ايه عادي واما عقلي. اول حاجة الحكم الشرعي، ليه يسموه حكم شرعي؟ اه لاستناده الى ليه الشرع. الى الشرع يعني معناها طريق ثبوته. ما الحكم قلنا اما اثبات امر لانه نفي، اثبات امر بامر او نفي عنه. نعم. فإذا كان دليل هذا الإثبات الشرع يبقى حكم إيه؟ شرعي. إذا كان الدليل هو العقل فقط يبقى حكم إيه؟ عقلي. إذا كان الدليل هو العادة التجربة يبقى هذا حكم إيه؟ عادي. طبعا لما نسمع كلمة حكم طبعا في دليل، إيه الدليل يعني معناها مصدر الحكم، مين اللي حكم بكده؟ مدام في حكم يبقى في حاكم، في حكم، في محكوم به، في محكوم عليه كده. طب اول ما يسمع كلمه حكم شرعي يبقى من الحاكم؟ الله. خلاص كده. حتى وان كان الذي حكم هو رسول الله، لان رسول الله حكمه ايه؟ هو نفسه حكم الله، وحي. يبقى معناه حكم الرسول صلى الله عليه وسلم هو حكم الله، مش حكمين. واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم، ولم يقل ليحكم، لا هو الحكم واحد. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم اما مبلغ عن الله سبحانه وتعالى ويبلغ، انما ان الحكم الا ايه؟ لله. الا لله. فان كان الحاكم به الشرع يسمى ايه؟ شرعيا. وهذا لا يقال فيه اثبات امر لامر او نفيه عنه. اذا كان الحكم عقلي يقال كده اثبات امر الامر او نفي. طب واذا كان عادي ايضا يسمى ايه؟ اثبات امر الامر او نفي الحكم العادي. لكن اذا قلنا الحكم شرعيا لا، ما ينفعش هذا القول، لان الحكم الشرعي هو خطاب الله. خلاص. وخطاب الله هو كلامه القديم القائم بذاته، ولا يقال فيه ذلك، ما يقالش اثبات ونفي، لانه ده متعلق بايه؟ بالحوادث. انما حكم الله تعريفه كده الحكم الشرعي
هو خطاب الله، وخطاب الله يعني ايه؟ كلامه ايه؟ كلام الله قديم، والقديم لا يوصف به بصفة الحادث. فكلمة إثبات ونفي ليه هتتعلق بمين؟ بالحادث. نعم. هنا لما نجي كلمة إثبات وأمر لأمر دي تنفع في الحكم العقلي وتنفع في الحكم العادي، إنما في الحكم الشرعي هو خطاب الله، وخطاب الله تعالى القديم القائم بذاته لا يقال فيه ذلك. أما غير الشرعي اللي هو حكم به العقل أو حكمت به العادة، فما حكم به العقل فعقلي وإلا فعادي. فليس عندك إلا ثلاث. ماذا تقول؟ ما الفرق بين الأزلي والقديم؟ الأزلي والقديم، الأزلي هو ما لا أول له وجودا أو عدما، وجودا أو عدما. والقديم ما لا أول له وجودا فقط. واضح كده؟ هي مستلزمة مولانا ان برضو ما يكونش لا أول له وعدم. لا، يبقى هنا ايه؟ الأزل والقديم بعضهم قال هما مترادفان، لكن أهل التحقيق قالوا لا، الأزل الأزلي أما القديم ما لا أول له وجودا فقط. الله.
كلمة حكم إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. أما في الحكم الشرعي لا يقال فيه ذلك، ولكنه إيه؟ خطاب الله تعالى، لأنه الحكم إيه؟ الشرعي خطاب الله، وخطاب الله كلام الله تعالى، وكلامه إيه؟ صفة قائمة بذاته قديم أزلي. لا يقال إثبات أمر لأمر أو نفي عنه، لأن في الحالة دي حنجيب أمرين، إذا حنجأ القديم ما تركبش من قديم وحادث، مفيش إيه؟ هذا معنى إيه؟ عدم انطباق تعريف الحكم بهذا التعريف، إثبات أمر أو نفي أمر عن أمر ثاني. يبقى في شيئين، إثبات شيء اللي زي مثلا نقول إيه؟ الصلاة واجبة، ده حكم إيه؟ حكمنا إيه؟ شرعي، حكمنا إيه؟ بالوجوب للصلاة. مستند ها نعم أزلي وقديم، لأن الأزلي هو ما لا أول، ما لا أول له وجودا أو عدما، يعني أعم. أما القديم ما لا أول له وجودا فقط. طب لو نطبقها بقى على الله هو القديم، القديم والأزل حاجتين، ذات الله تعالى وصفاته قديم وإيه وأزل. أما ما عداه لا أول له وجودا، لا على كلمة القديم أو الأزل يطلق على معنى، معنى أو شيء لا أول له، نقول معنى أو شيء إليه، لأن المعدوم لا يسمى إيه شيء عند الأشاعرة، إنما هو شيء عند المعتزلة. إذا نقول في معنى لا أول له، المعنى يمكن يكون ذات، يكون شيء أو صفة، ذات أو صفة أو شيء. إذا كان لا أول له وهذا المعنى وجودي، زي علم الله مثلا وجودي، هذا يقال قديم. خلاص كده؟ لا أول يعني لا ابتداء له. لا أول له يعني لا ابتداء له، يعني ليس له بداية. نعم. هذا يقال إيه؟ قديم. أما إذا كان الذي المعنى الذي لا أول له عدم، زي عدمنا في الأزل، ها يسمى إيه؟ نحن عدم أزلي، ولا يسمى عدم قديم، لأنه إيه؟ قلنا القديم خاص بإيه؟ بالموجود، بالإيه؟ بالشيء الذي له وجود. أما الأزل يطلق على إيه؟ على الذي لا أول له، سواء كان موجودا أو إيه؟ أو معدوما. فالمثال ذات الله تعالى وصفاته، يطلق الاثنين، يطلق أزلي ويطلق إيه؟ قديم. أما عدمنا في الأزل لا يقال عنه قديم، إنما يقال عنه إيه؟ أزلي، لأنه انقطع في ما لا يزال. والصفات السلبية لأن مدلولها، مدلولها كده إيه؟ عدم أمر، عدم أمر مش إثبات أمر، عدم أمر يعني سلب أمر لا يليق به تعالى، وذلك سميت سلبية. أما صفة الوجود مش هتدخل في هذا التعريف، لأن هي نفس الذات، هي صفة نفسية، لأن الصفات تنقسم إلى أربع أقسام، إما إيه نفسية أو قسم وصفة واحدة، إما سلبية ومعاني ومعنوية، والمعاني هي الثبوتية أو الوجودية، يعني كلمة وجودية وثبوتية ومعاني واحدة. لأن الصفة كلمة صفة تطلق على معنيين متضادين، يا إما صفة يعني شيء وجودي أو شيء عدمي، لذلك الصفات فيها سلبية وفيها وجودية اللي هي المعاني. فالصفة تطلق على المعنى، لما تقول هذا عالم في معنى هنا زائد على الذات وجودي، إذا قلت ليس بجاهل إذا ما فيش معنى زائد، ده أنت بتسلب. نقول هذا ليس بجاهل،
لكن ما أثبتنا شيء معنى ذلك. فنقول إيه عالم ذلك لا نقتصر على الصفات السلبية رغم أنها فيها تنزيه، لكن لابد من صفات الإيه المعاني. يعني هل نقول كذا الله تعالى لا يوصف بالجهل ونسكت، ولا نقول إنه عالم؟ ما ينفعش. خلاص كده، رغم أنه مستلزم لما ننفع عنك الجهل يثبت لك الإيه العلم، لكن لابد من إيه من قولنا عالم. ليه؟ لأنه معنى زائد على الذات، لكنه إيه ليس بغير الذات ولا هو الذات. صفات المعاني ليس بغير الذات ولا هي الذات، لا هي هو ولا ايه غيره. ايه معنى الكلمة؟ هو مش صعب ولا يعني معقد او شيء. كل ما في الامر لما نقول ليس غير الذات بمعنى الغيرية تتصور في ايه في الاشياء المنفكة المنفصلة الاثنينية يعني. هو كده يعني معناها لا انفصال، مترابطة مع الذات. فيقال الغير اذا كان يتصور ايه انفكاكها عن الذات خلاص. ولا هي الذات بمعنى انها ليست هي نفس الذات، لان لو كانت هي نفس الذات لكان ايه العلم هو القدرة، والقدرة هي الحياة، والحياة هي الوجود وهي السمع، فهي نفس الذات والذات واحدة والصفات متعددة. معنى لا هي هي، اما لا هو غيرها اللي معناها ايه تصور ايه الغيرية بمعنى الانفصال، وهذا غير متصور. فالامر سهل وليس فيه صعوبة، انما بس المصطلحات فقط اللي صعبة، انما المعاني سهلة ثم حطها لنا في قوالب صعبة عشان ما يدعيهاش اي انسان، ما يدخلش فيها من لا يحسنها. اي واحد يقول انا لا لازم يكون دارس وقارئ على شيخ، انما كده بنفس. ولو كان حطوها كده في كلام عادي سهل لتناولها ايه الجميع السفهاء وغيرهم، فعملوها كده حفاظا عليها حتى لا يتناولها ايه من ليس اهلا لها، فحطوها كده في منطق وفي قوالب كده مصطلحات لغوية، وعاوز شرح وعاوز تفصيل وعاوز فهم. وإلا هي معاني ممكن تكون مركوزة في فطرة الإنسان أو فيما يعني فطرة الله التي فطر الناس عليها. يبقى إذن القسم اللي هو إيه الشرعي لا يقالش فيه إثبات ولا نفي، وإنما يقال هو إيه خطاب الله تعالى المتعلق به بأفعال المكلفين. فهنا تأتي كلمة إيه الحكم ده اللي بتكلم فيه ده حكم عقلي او حكم ايه عادي. الشرع ده خلاص نشتك بخطاب الله. اذا الحكم العادي او الحكم العقلي ده حادث ولا قديم؟ عقلي والعادي حادث. حادث اللي هو الحكم الشرعي فقط اللي هو خطاب الله هو اللي قديم. خلاص يبقى اذن لما نجي نشرح كلمة حكم عادي وحكم عقلي يتوقف ذلك على معرفة مطلق حكم، حكم مطلقا يعني اللي هو الايه الحادث، ينشأ عن امور خمسة. هو عدلت دخل بالحكم القديم اللي هو الشرعي، نتكلم الان في ايه العقلي والعادي وحنفرق بينهم. الاحكام العقلية دي فيها تلازم، يعني لا ينفك التلازم عنها ابدا، ولو جول العقل فك انفكاك التلازم يكون الحكم عادي، حتى ولو لم يقع الانفكاك ولو مرة واحدة. اذا لم يقع ابدا لكنه يجوز في العقل الانفكاك وهو حكم عادي حتى ولو لم يقع تخلفه مرة واحدة. مثال الثلاثة فرد ده حكم ايه عقلي، هل يجوز العقل ان تنقلب الى زوج؟ هذا حكم عقلي فيه تلازم، تلازم ده العقلي لا يجوز انفكاكه ابدا. اما العادي نقول الالف والاستمرار والتجربة والمعايشة، مثلا الشمس تطلع
من ايه من مشرقها. ده حكم عادي مش حكم عقل، رغم انها لم تطلع مرة واحدة من مغربها، لكنه يجوز في العقل ان تطلع ولا ما يجوزش؟ يجوز، بدليل انه حيكون هذا من علامة الساعة حتطلع من الساعة، لكنه لم يحدث الى الان. فطالما تجوز العقل هذا ان هذا حكم ايه عادي. كذلك ما نقول المشي على الماء، ده نقول ايه بعض الناس يقول لك ده مستحيل، بس مستحيل ايه عادي مش مستحيل عقلي. خلاص كده انطلاق البحر فانطلق فكان كل فرق كالطود العظيم. لو قلنا انه هذا من المستحيل العقلي اذا حسبت المعجزات، معجزات الرسل كلها هتتلغي، ما فيش معجزات خالص، لان هذه المعجزة تخرق الحكم العادي ولا تخرق الحكم العقلي، لا يمكن. لكن معجزات الرسل كلها بطلة من أولها إلى آخرها، وما فيش معجزة لأي رسول، لأن المعجزة عملها في الإيه؟ في الأمور العادية. أما العقلية الأمور التي تحيلها العقول لم يتعبدنا الله تعالى بها، كإيه؟ كوجود الشيء الواحد في مكانين مختلفين. وجودي أنا هنا الآن معكم، أنا الآن في البيت في هذا الزمان، هذا غير معقول. ولم يتعبدنا الله تعالى بما تحيله العقول. وإذا الخرق ده خرق للنظام، للنواميس، للأمور الإيه؟ المعتادة، وليس خرقا للأمور العقلية، لأنه لو حصل هذا حتبطل إيه؟ الرسالات السماوية كلها. فمثلا لو قلت لك 1+1 يساوي 2، ده حكم عقلي. لكن لو قلت لك 1+1=3، فأنت لا تصدقني، لأن العقل يرفض هذا. فأنا أقول لك سأظهر لك معجزة على أن 1+1=3. فهل إذا ظهرت المعجزة على فرض هل يمكن أن نصدق؟ لا يمكن حتى مع ظهور المعجزة، لأن المعجزة لا تخرم الإيه؟ لا تخرق العقليات، وإنما تخرق العاديات. يعني النهر ينقلب إلى جبل، الإنسان إلى أسد، العصا ثعبان، للمعجزات اللي يحيي الموتى مثلا، تمشي في الهواء، تمشي في الماء، النار تحرق، هذا حكم ايه عادي، لان الاحراق قلنا لم نرى نار تخلف احراقها ابدا. بس بيقولوا هنا لازم يكون في الحكم في النار لانها تحرق، في شرط وهو ايه المماسة وانتفاء المانع، لأن النار ما تحرقش كده وخلاص، لازم يكون في شرطين، في شرط وسبب، سموه أولا شرط وسبب. السبب اللي هو الايه المماسة، يعني لو جبنا النار هنا أشعلناها والورق بعيد مش هيحترق الورق، ايه السبب احتراق؟ المماسة. وفي شرط اللي هو انتفاء مانع، افرض الكتاب مبلول في الماء وحطيت في النار مش هيحترق، ايه سبب عدم الاحتراق؟ وجود الايه وجود البلل. يبقى هنا في مانع من الايه من الاحراق. يبقى في هذه الحالة كون النار تحرق او الطعام يشبع او الماء يروي، كله دي احكام ايه عادية، لانه يجوز في العقل انفكاكها او تخلفها حتى ولو لم يقع. بعض الناس تفهم انه معنى يتخلف يعني معناها يمكن ويمكن، لا، حتى ولو لم يتخلف طالما جاز في العقل تخلفه يبقى حكم ايه عادي. والفرق بين الحكم العقلي والعادي ان هذا فيه تلازم، وايضا في الحكم العادي تلازم، بس التلازم هنا يمكن انفكاكه، اما في الحكم العقلي لا يمكن، كالحكم بان الكل اكبر من الجزء، هذا حكم عقلي، لانه لا يمكن ينفك، هذا يكون يحصل عكس، يكون جزء اكبر من الكل. الاب اسبق في الوجود على ابنه، لا يمكن ان ينفك هذا الحكم ابدا.
أما إذا كان يمكن الامتكاك مثل الأمور التي تعلقت بها معجزات الرسل، إيه اللي حصل؟ خرقت العادة. لك تعريف المعجزة أمر خارق للعادة. لكن نأتي إلى إيه الحكم ده مطلقا مطلقا اللي هو الحادث. نعم. بالنسبة ليتصرف مع النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان الناس أحد الناس يعني يتصرف في مصر، هل يجوز علينا أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم في قبره وهو يخرج من قبره يطلع إلى مصر؟ ما فهمت السؤال. يعني في مسألة يقظة، رؤية صلى الله عليه وسلم يقظة؟ يقظة. أنت تريد أن تقول عن هذا يعني مستحيل؟ لا لا. مولي. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من القبر؟ يعني كيف نرد على الناس الذي يقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقظة في مصر في هذا الوقت، يعني هل يجوز علينا أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في قبره؟ لم يوجد في قبره وهو الآن في مصر يعني. يعني الذي يراه في المنام رؤيته مناما ولا يقظة؟ يقظة. هل هو موجود في القبر وفي نفس الوقت انا شايفه قدامي، ولا هل هو انا شايفه قدامي وخرج من قبره؟ هو لم يفرق السائل بين الحياتين، الحياة الدنيوية والحياة البرزخية. خلاص. فالذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، هذه رؤيا حق، وابن جوزها ابن حجر اتكلم عنها، والشيطان لا يتمثل في صورة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ليس معنى هذا انه صلى الله عليه وسلم فارق البرزخ وخرج من الايه من القبر الشريف وليس موجودا في المدينة، والناس الذين يسلمون عليه ساعة ان رأيته في مصر او في الشام او في المغرب ممكن يكون رآها 10 في وقت واحد. مش معنى كده أنه تعدد الرسول صلى الله عليه وسلم في أماكن مختلفة، لأن هذه كلها من مقتضيات الحياة الدنيوية. أما الحياة البرزخية لها قوانين أخرى مختلفة لا تقتضيها البنية، ولا يعني تتحكم فيها الحواجز ولا الأماكن ولا غيره، بدليل أنه ممكن يرى في أكثر من بلد وفي وقت واحد ولأشخاص مختلفين. كيف ذلك؟ مثال بسيط جدا، يعني أنا مثلا أنور السادات مثلا يعني مات ولا ما ماتش، وفي القبر ولا مش في القبر، لو أنا قلت لك رأيته يقظة، ها، وممكن يكون رأاه مليون واحد في وقت واحد، يكونوا جايبين شريط فيديو وحاطينه في التلفزيون والكل رأاه يقظة ولا مش يقظة، وهو ولا مش هو، وكلامه ولا مش كلامه، لا. فكيف استبعد هذا على رسول الله؟ اذا كان اجهزة البشر الحديثة عملت كده وتوريك شخص واحد يقظ تشوفه بعينك تسمع صوته، وفي اليقظة انت صاحب وتقول والله العظيم انا سمعت السادات يتكلم، وفعلا انت سمعت، ما يجيبوا في الذكرى بتاعته يجيبوا خطب وكذا يزعوها بالصوت والصورة. فمن قال رأيته يقظة هل يكون كاذبا؟ وهل رأى السادات بعينه ولا رأى واحد ثاني؟ هو. فالذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة من هذا القبيل، وليس معنى أن الجسد الشريف يخرج من القبر، هذا لا يخرج إلا في القيامة، في أول من تنشق عنه الأرض إيه؟ أنا. خلاص. فلا مانع من الرؤية ويراه أكثر من واحد وفي وقت واحد وبصور مختلفة، إنه ممكن يكون قناة الجزيرة بتذيع خطاب قديم، وقناة مثلا بتذيع خطاب ببدلة ثانية أو بصورة أخرى، أو لابس مثلا ملابس أزهر، أو لابس مثلا هكذا. فبعض الناس يقول لك أنا رأيته لابس بدلة، واحد ثاني يقول لك أنا رأيته لابس مثلا عمامة، تتعدد له الصور والأشكال والأحوال، والشخص واحد زي ما تتعدد القنوات الفضائية. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنه رأى الجنة والنار يقظة، وشافها في الحائط، وشاف أهلها وأهلهم إلى يوم القيامة؟ كيف يتسع الحائط ده اللي هو يعني عرضه لجنة عرضها السماوات والأرض، شاشة التلفزيون كيف تتسع لإظهار برجين كبار يضربوا كده في إيه في وضع النار؟ هل دخلوا البرجين في الشاشة؟ فالأمور دي لازم نفهمها كده،
لا نفهم انه اللي يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه يعني حيخرج النبي صلى الله عليه وسلم بجسده الذي كان به في حياته الدنيا وبهيئته التي كان يراها الصحابة وكذا، فمعنى هذا انه لو صح هذا لكان هذا الرجل في الصحابة معدودا الذي يراه بهذه الصورة لا عد من الصحابة. وإلا ما الفرق بين الـ يعني انا ممكن رأيت فلان رئيس دولة زي السادات مثلا وفلان رآه قبلي، او انا رأيت بلاش السادات خلنا في الشعراوي، لما انا رأيت الشعراوي في التلفزيون واحد رآه في حياته وعاش معه، الذي رآه في حياته تجوز الرواية عنه، انما اللي رآه في التلفزيون من صح شيره عنه، ده رآه وده رآه وده اجتمع به وده اجتمع به، لكن شتان ما بين الاجتماع، هل ينفع لو رآه يقظة وقال له كلاما هل ينفع دراوي حديث أو اجتمع النبي ورآه يقظة على 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 من يجوز على رأي من يجوز الايه الرؤية في اليقظة، لكن في كثير منعوها خلاص واكتفوا بعلم الرؤية في المنام، لكن احنا لا نمنعها لأنها ليست مستحيلة، من المانع منها؟ من باب الايه فرق العادة، لكن تفهم على هذا الايه المعنى واضح. يبقى اذن الحكم الحادث ينشأ عن امور خمسة، وذلك انا متكلمت الان في الحكم الشرعي، تكلمت في الحكم العقلي او العادي. الحكم ده ينشأ عن امور خمسة: علم واعتقاد وظن وشك ووهم. كم حاجة دولة؟ خمسة. لأن الحاكم على أمر ثبوتا أو نفيا، ما قلنا الحكم حاجتين، إما إثبات إما نفي. عارف أحكام المحاكم كلها في العالم كله بتحكم بأحد أمرين: يا تثبت التهمة يا تنفيها. لو قالوا حكمت بالإعدام يبقى ده إثبات، حكمت بالبراءة يبقى ده نفي، وهكذا. أي إدانة إثبات، براءة يعني سلب، زي التحليل يا موجب يا سلب، مش حاجة سلب يجيب لك ايه ده. يبقى الحكم يا اما اثبات يا اما ايه اما نفي. طب الاثبات ده او النفي، ان كان الحاكم يعني باثبات شيء او بنفي شيء يجد في نفسه الجزم، الجزم يعني القطع بذلك الحكم او لا، يعني انت حكمت لكن هذا الحكم هل تجد في نفسك الجزم به يعني القطع به ام لا؟ هنا ايه تسمينه جازم وغير ايه جازم. الاول اما ان يكون لسبب، يعني اللي احنا قلنا الجازم وفي غير جازم، خلينا نقسم الاول ايه الجازم. الجازم ده اما ان يكون لسبب، سبب يعني دليل، تمام كده، واعني به ضرورة او برهانا او لا. الدليل ينقسم الى قسمين، يبقى هو الحكم احنا نتكلم في الجازم، الجازم يا اما يكون لسبب او لغير ايه لسبب. اذا كان لسبب يبقى السبب ده اما يكون ضروري او نظري، خلاص كده. ضروري يعني معناها ايه يدركه بالضرورة، الامور البدهية الاوليات التي يدركها كل ايه كل الناس اللي هي الاوليات والمسلمات، خلاص كده. او برهان يعني حجة له استدلال يعني او لا. الجازم ينقسم الى ايه الى قسمين، يعني لا سبب ولا ايه، يعني السبب على نوعين، يعني في سبب وفي ما في سبب، ويكون جازم يكون جازم اللي هو بسبب، يا اما يكون السبب ده ضروري يا اما يكون ايه برهان يعني نظر حجة، او لا سبب ولكنه جازم، خلاص كده. وهنتكلم ايه هو اللي هو من غير سبب ده. وغير الجازم، يبقى اقسام الجزم كام؟ اثنين. ابو اقسام غير الجازم ثلاثة. غير الجازم اما ان يكون راجحا او مرجوحا او مساويا، واضح. فاقسام الجزم اثنان واقسام غير الجزم ثلاثة. ايه هم اقسام الجازم؟ اثنين:
لسبب او لغير سبب. الذي لسبب اما ان يكون ضروري او برهاني يعني نظري. الذي لغير سبب اللي هو بيسموه ايه التقليد، يعني اتبع فيه غيره وفي سبب عنده الا انه مقلد. خلاص. يبقى لما نجي نتكلم على غير الجازم، يعني انا حكمت على شيء بشيء اخر ولكن حكمي لم ينشأ عن الجزم والقطع، ولو كان نشأ عن الجزم والقطع يسمى علما ومعرفة ويقينا، اللي هو نشأ عن علم وعن ايه وعن يقين وعن معرفة يسمى ايه الجازم، ده اللي هو اليقين. اما غير الجازم، يبقى غير الجازم اما ان يكون راجحا على غيره او مرجوحا او مساويا. اذا كان راجح يسمى ايه ظن، واذا كان مرجوح يسمى وهم، واذا كان مساوي يسمى شك. يعني تعالى حكمت بان هذا اسمك خير، انه هذا خير، اما ان يكون هذا الحكم جازم او غير جازم، وده فلان. فان كان جازما اما ان يكون لسبب، ايه هو السبب؟ ان انا سألته انت مين، فلازم جدا استدلال ده، او بالضرورة انا عارف مولود معاي كده ونشأ معاي وافو كيف بالضرورة عارف، او حكمت بانه انسان مثلا بالضرورة. انه هل لما اقول له اقول لك هذا انسان، هل تسألني ما الدليل على انسانيتك؟ هذه امور ضرورية، كل انسان يعرف الانسان، لانه لو ما عرفش ان ده انسان يبقى ممكن حيلقى حمار يقول لك ده انسان، او حيلقى جمل حيقول لك انسان. هذه احكام ضرورية يتساوى فيها الناس. يبقى في هذه الحالة اما ان يكون هذا الحكم جازم او غير ايه جازم. ان كان جازما اما ان يكون لسبب، والسبب اما ان يكون ضروري او برهان يعني حجة. يبقى اقسام الجزم اثنان، اقسام غير الجزم ثلاثة. يقول لك هذا انسان او هو ده خيري، لكن ده بنسبة كام؟ انا الحكم ده مش مبني على القطع ولا اليقين، انما مبني على الظن. يعني مثلا بنسبة مثلا كام 60% راجح، 70 راجح، 80 راجح، لحد كام راجح؟ لحد 99. إن لم يكن 100% اسمه إيه؟ حتى لو كان في واحد فقط في المية أو نصف في المية أو جزء أي حاجة، طالما لم يكن 100% لا يسمى إيه جازم. فالظن عندك يعني في ظن قوي وتقوى، إنما لا يصل إلى درجة اليقين. طالما يعني لم تجزم بأنه هو بنسبة 100% يسمى إيه جزمك بإيه ظن، مبني على الظن، بدليله ملكة سبأ قيل أهكذا عرشك، لما لم تجزم لم تقل هو ولم تقل لي، قالت كأنه. وهذه إجابة دبلوماسية تصلح للنفي، إذا كان هو فهي صادقة، وإذا كان ليس هو فهي صادقة. لم تقل هو ولم تقل كأنه هو، فشوف الإجابة تصلح للنفي وتصلح للإيه للإثبات. طب لما نأتي نقول مثلا أنا هذا خيري، ولكن إيه 50% يكون هو وخذ في تساوي هنا، فيسمى إيه شك كده، تساوي الطرفين. رأيت فلان من بعيد فقلت هذا إمام المسجد، واتضح إنه واحد مش فيه، فقلت لا ده هو مش هو، ولكن مش مرجح شيء على شيء، الشك معنى عدم ترجيح طرف على طرف، هذا يسمى شك. لكن إذا كان الظن أو الاحتمال ضعيف 10% 5% خاطئ يسمى وهم. عندك ظن وهم وشك. فالظن هو إدراك الطرف الراجح، والوهم المرجوح، والشك هو إيه التساوي. ويسمى الأول من الجزم اللي هو قلنا عليه إيه؟ أولاً قلنا في الجزم على نوعين، إما أن يكون لسبب وإما أن يكون لإيه لغير سبب.
بدل الأقسام الجزم اثنين، سبب وغير سبب. الأول من أقسام الجزم يسمى علما ويسمى معرفة ويسمى يقينا. المعرفة والعلم بمعنى واحد ولا يختلفان؟ ها؟ يعني قيل أنه مترادفان، وبعض يقول لا، العلم غير المعرفة. المعرفة تستدعي سبق جهل. أما إذا كنت عالم بالشيء وعلمته سمى عالم، إنما إذا كنت لم تعلم به قبل ذلك فأنت كده عارف. ولذلك ليس في أسمائه تعالى العارف، إنما فيه العالم، لأن علمه لم يسبقه إيه؟ جهل. خلاص كده؟ يبقى إذن العلم، وزي قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، عندنا العقائد على العلم على اليقين. أما الظن لا يدخل فيها، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. لاحظ مثلا قال أنا مؤمن بوجود الله بنسبة مثلا 99.9%، يقول أنت كده غير مؤمن كافر، لازم 100%، ما يكونش عندك احتمال ولو ذرة في أنه غير موجود. يبقى هنا في الحقيقة كده معناه زي اللي نوى الكفر كده في مسألة فقه الأحناف، يقول لك من نوى الكفر بعد 100 سنة كفر في الحال. يعني يقول بعد 100 سنة إن شاء الله حيكون بكفر في الحال. من مسألة اعتقادية. العمي المتردد. لا لسه حيجي الكلام في العمي. القسم الأول اسمه علم ومعرفة ويقين. والثاني ايه هو الثاني؟ اللي هو لغير سبب. جازم يعني، هو جازم بس لغير ولذلك العلم لازم يكون فيه دليل. انما اذا تم في الدليل وجازم اذا تم اعتقاد، ولذلك الاعتقاد غير العلم. خلاص الاعتقاد غير العلم. اقول لك ليه؟ لانه في انسان يعلم بشيء ويعلم صحته ولا يعتقده. فاليهود يعلمون عندهم علم بنبوة سيدنا محمد لكنهم لا يعتقدون. وفي انسان ليس عنده علم لكن عنده الاعتقاد، والاعتقاد غير العلم. انسان لا يعرف الادلة على النبوة ولا كذا لكنه يعتقد ان سيدنا محمد نبي. والذين يعرفون الادلة ومكتوبة عندهم في التوراة والانجيل ينكرونها. إذن العلم غير الاعتقاد. إذا قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهناك من العلماء الذين يعرفون الشيء ويعرفون صدقه. يعني أبو جهل كان يقر ويقول لم يكذب، يعني كان يعرف صدقه لكن لا يعتقده. إذن العلم شيء والاعتقاد شيء ثاني. إذا العلم معناها تعرف، يعني تقطع قبل العلم تصديق بدون إذعان. أيوة ما فيهوش إذعان. أما الاعتقاد ده انفعال، كيفية النفس، إذعان، انقياد، خضوع للقضية، يعيش معها. يبقى ده معتقد، ده ممكن يضحي براحه ويضحي بنفسه. إنما الثاني قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ومع ذلك هل معنى كده أنه معتقدين في نموسه؟ يبقى العلم قضية والاعتقاد قضية ثانية. ولذلك قال الثاني اللي هو بدون سبب، ده اللي يقول لك العلم ما يبقاش لازم يكون في سبب، في برهان، في دليل، ما فيش علم كده. اما الاعتقاد خلاص ممكن يكون مبني على علم، يعني على يقين، ممكن يكون على غير علم اللي هو التقليد. يبقى الثاني يسمى اعتقاد. طب القسم الاول من اقسام غير الجزم، يبقى عندك اقسام الجزم اثنين، علم واعتقاد. تمام كده؟ طب غير الجزم ظن وهم شك. فاذا عرفت هذه فالايمان، يعني التصديق بوجود الله تعالى، القضايا دي العقائديه، ان حصل عن اقسام غير الجزم الثلاثه اللي عندك انحصل عن اقسام غير الجزم اللي هم كم قسم دول؟ ثلاثة، الظن والشك والوهم. يعني ان اعتقد الانسان وكان اعتقاده مبنيا على ظن او على شك او على وهم فالاجماع على بطلانه. وان حصل
عن القسم الاول من قسمي الجزم اللي هو ايه العلم، بل اجماع على صحته. ولذلك لم يقل تعالى اعتقد انه لا اله الا الله، قال تعلم، يعني اجعل عقيدتك او توحيدك مبني على الادلة والبراهين والعلم كده. ولم يقل قل كده يقولوا لا اله الا الله خلاص. لا، لو افرض مثلا واحد راح اليابان ودخل معهم وما فهموش اللغة العربية، وراح قال لهم كده جماعة فيه، راح قال لهم يقولوا كده لا اله الا الله محمد رسول الله، راحوا قالوها كده زي ما انت بتعلم واحد انجليزي، تقول له مثلا نقول كلمة انجليزية مثلا افترنون وما عرفتش معناها، راح قال سمعك وراح نطاقها سمع ايه تنطق. هل ده كده تعلم اللغة الانجليزية؟ فلو هم قالوا اليابانيين لا اله الا الله او الصينيين وهم لا يعرفون ايه معناها، هل كده يدخلوا في العقيدة وفي التوحيد؟ لا، رغم انهم قالوها، لانه لابد يكون مبنية على ادلة وعلى ايه علم. يبقى ان حصل الاعتقاد عن القسم الاول من قسمي الجزم اللي هو العلم، الجزم قسمين علم واعتقاد، فالاجماع على صحته. واما القسم الثاني وهو الاعتقاد ينقسم الى قسمين، مطابق لما في نفس الامر وغير مطابق. يبقى الاعتقاد اما مطابق اما غير مطابق. زي مثلا اعتقد ان هذا شجرة، هذا اعتقاد غير مطابق. اعتقد ان هذا ايه رخام، هذا اعتقاد ايه مطابق لما في نفس الامر لما في الواقع. وذلك تعالى كده في قوله تعالى اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله يعلم انك لرسوله والله يشهد انك، فشهد القرآن بكذبهم رغم ان ما قالوه ايه صدق، قالوا نشهد انك لرسول الله، فكيف يكذب القرآن اذا معنى كده محمد مش رسول؟ قال لك هنا التصديق او التكذيب ليس منصبا في جهة منفكة، ليست الجهة في الواقع ولكن الجهة في الاعتقاد، عند الجهتين، جهة الاعتقاد اللي هو القلبي وجهة مطابقة الواقع. فقد يكون اعتقادك مطابق لما في نفس الامر فيسمى اعتقاد ايه صحيح، وقد يكون غير مطابق. فين في المسجد؟ مولانا في الدرس في الجانب لا درس. لا أسامة مش معي إذا في المسجد. الاعتقاد ده يعني مثلا العرب قالوا ايه؟ قالوا صدق وايه كذب، في حق وباطل. ايه الفرق بين الصدق والحق؟ الصدق والحق هل مترادفان؟ الصدق يقابل كذب والحق باطل، ما الكذب باطل والصدق حق والحق صدق، مش كده؟ قل صدق الله. قال لك رغم انه قال لك لكن الصدق شاع في الاقوال،
قوله ايه اما الحق شاع في الاقوال والافعال والاعتقاد. انت تقول لك الجنة حق اعتقاده والنار حق والموت حق خلاص كده عند اعتقاد. واقول لك مثلا وجود هذا الشيء حق في الاقوال يمشي الحق ويمشي في الافعال ويمشي فيه في الاعتقاد. اما الصدق فين في الاقوال فقط. فالعرب قالوا ان الصدق له صورة واحدة بس فقط. اما الكذب له ثلاث صور. الصدق له ايه صورة واحدة والكذب ثلاث. امس صوغ القولة الصدق لم تعلق الاقوال بلس على ما يطابق ايه الاعتقاد والواقع جد ايه صدق. طب والكذب ان يخالف الواقع صورة. ان يخالف الاعتقاد صورة ثانية. ان يخالفهما دي الصورة الثالثة. ولازم امثلة عشان نفهمها. ان الصدق صورة واحدة. ان تقول مثلا هذا رجل صالح وانت تعتقد فعلا انه صالح هذا صدق لانه وافق ايه الاعتقاد ووافق ليه الواقع. اقول اللي اطلق عليه حق بعد كده لسه هتكلم جيدا لما اقول هذا هو مسجد الازهر وانا اعتقد انه هو جيدا موافق فعلا هو انا مصدق ظن الازهر هو فعلا هو الازهر في هذه الحالة ايه صدق لانه وافق ايه الاعتقاد ووافق الواقع. اما الكذب قلنا اما يخالف ايه الاعتقاد حتى وان ايه وافق الواقع يبقى كذب. يبقى مثلا يجيب صورة يقولنا اول حاجة ايه يخالف الاعتقاد وايه ويطابق الواقع زي ما قلنا بالضبط الصورة بتاعت المنافقين قالوا نشهد انك رسول. فهنا لماذا وصفهم القرآن بانهم كاذبون لانهم خالفوا الاعتقاد ولكن الواقع صحيح هو رسول الله. لكن عندما قالوا نشهد هل كانوا يشهدون يعني يعتقدون ولا قالوها بألسنتهم. إذا هنا الكذب خالف ناحية واحدة فقط ناحية العقيدة لكن لم يخالف الواقع. خلاص نجيب العكس اللي هو يوافق الاعتقاد ويخالف الواقع. شوف من بعيد أقول إيه هذا هو إيه عايزين حاجة يوافق ليه عاوزين يخالف يوافق ليه الاعتقاد ويخالف ليه الواقع. اقول مثلا نبدا عمود انا شايفه عمود من غير عمود اقول مثلا هذا الشيخ عبد الحكيم مثلا جاي واحد شيخ وهو بالضبط انا عندما قلت هو انا بعتقد فعلا انه هو لكن في الواقع ليس هو واحد شبيه له. هذا ايه عكس الايه الصراعي هذا يسمى ايضا ايه كذب لانه خالف ايه خالف الواقع والاول خالف الاعتقاد. يأتي بعد كده اللي خالف الاثنين زي من يتملق يعني ينافق واحد من اكبر الظلمة عشان يتملق من حاكم ظالم فواحد ينافق ويتملق فيصفه بالعدل وهو في قرارة نفسه لا يعتقده انه عادل وهو في الواقع غير عادل لأن خالف الاثنين هنا خالف الجهتين. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى انه يؤاخذنا على اي نوع من الثلاثة على اللي خالف الاعتقاد اما لا يؤاخذنا اذا خالفنا الواقع ولم نخالف الاعتقاد. فمثلا وليس عليكم جناح ولكن ما اخطأتم ولكن ما تعمدت قلوبكم. فاللي احنا مؤاخذين به ان نكذب بمعنى ان ايه نكذب متعمدين وذلك اليمين الايه اللي يسموها اليمين الغموس الذي يحلف او يقسم ويتعمد الكذب اذا معناها مخالف لما يعتقد. اذا هذا الذي نؤاخذ عليه ان نخبر بشيء لا نعتقد صحته حتى وان وافق كلام الواقع لكن نحن زي ما حصل مع المنافقين. اذا هذا يسمى كذب حتى وان وافق الواقع لكنه خالف الايه الاعتقاد
بدليل قوله تعالى ولكن ما تعمدت قلوبهم. أما ما جرى على اللسان ولا يقصد زي ما قالوا ما رأينا الكذب كما رأيناه في الصالحين، ومع ذلك في الصالحين ويكذب ليه لأنه يكذب بحسن نية، هو لا يعتقد أنه كذب، فالذوق بديه على أنه صدق لكنه مخالف للواقع، يخبر ويقول لك حاجات خرافات بحسن نية يعتقد صحتها. اللي هيبقى في الحال الذي يحاسب الله تعالى الإنسان ويجازيه عليه لا ما إيه خالف الواقع ولكن ما خالف الإيه الاعتقاد، يعني ما تعمد الإنسان فيه الكذب. أما إذا لم يتعمد الكذب وأخبر بشيء واتضح أن ما أخبر به على خلاف الواقع إذ هذا إيه معفو عنه. وهذا حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم لما إيه صلى ركعتين وسأله الصحابي الذي يديه أقصرت الصلاة أم نسيت، قال إيه كل ذلك لم يكن، فأخبر النبي بخلاف الواقع لكنه إيه يعتقد هنا بصدق من ناحية الإيه الاعتقاد، بس ما نقول بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم أدبا كذب، إنما هو في الحقيقة إيه يسمى هذا، وذلك بيقول العلماء كذب سوري، يعني هي صورة كذب لكن الكذب الشرعي في كذب لغوي كذب شرعي اللي هو إيه زي ما قال إن لكم في المعاريض مندوحة عن الكذب، يعني هو كذب لكنه أنت بس عرض يعني جد لفظ يحتمل إيه معنيين فيفهم السامع معنى وأنت تقصد معنى إيه آخر. هذا زي ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصديق قال هذا هاد من معك، قال هاد يهديني الطريق، أبو بكر لما سئل قال هذا هاد يهديني الطريق، يفهم السامع إيه الطريق الذي يسلكه المسافرون طريق المدينة، وأبو بكر يقصد الطريق إلى الله. ما فهمت ما المسؤولة عن فهمك المهم أنا يعني قصدي أنت فهمت شيء ثاني في الكلمة فيها أي تعريض، إن لكم في المعاريض مندوحة إيه عن الكذب يعني يعرض للشيء. يبقى هنا اللي يخبر بخلاف الواقع ليس عمدا لا يؤاخذ على ذلك بنص القرآن ربنا رفع الحديث ورفع عن أمتي، ما هو الخطأ ما هو كذب ما هو شيء غير الخطأ والنسيان، وفي حاجة ثانية وما استكره عليه، لأن الثلاثة لا يتصور فيهم العمد، هل الناس هيقولوا تعمد، هل المخطئ متعمد، هل المكره في عمد، لا يبقى الثلاثة مفهومش العمد. يبقى إذن متفقين مع قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. يبقى الاعتقاد الصحيح اللي هو ناشئ خد بالك الجزم اللي احنا قلنا ايه القسم الثاني هو الاعتقاد اللي هو قلنا عليه ايه من اقسام الايه الاول اللي هو الجزم، وهي اقسام الجزم اثنين سبب وغير سبب. القسم الثاني اللي هو الاعتقاد ينقسم الى اثنين مطابق وغير مطابق، والمطابق اللي هو الاعتقاد الصحيح بس ايه الناشئ عن غير سبب كاعتقاد عامة يعني عن غير دليل يعني عن غير سبب لكن تفهمها كده يعني عن غير دليل كاعتقاد عامة المؤمنين المقلدين. وليه سمي اعتقاد؟ لأن جازم اعتقاد لكن لا يسمى علم ولكنه مطابق، هو معتقد في وجود الله معتقد في صفات الكمال معتقد في صدق الرسل لكن ما عنده شيء دليل. اما غير المطابق وهو يسمى غير مطابق حاجتين، اما اعتقاد فاسد او جهل مركب كاعتقاد الكفار وهو او اعتقاد ولا مش اعتقاد، يعني النصراني معتقد ان الله ثالث ثلاثة يركب جهلينه خالف الواقع تمام من الواقع ليس كذلك، وجهل الصفات الايه التي تليق بالله تعالى. فالجهل اما بسيط واما مركب، الجهل على ما يعني الجهل البسيط ان يجهل الشيء يجهل
أما المركب أن يجهل أنه يجهل، يبقى هو يجهل وجهل بجهله. أما البسيط في علم، يعني كأن البسيط عالم بجهله، أما المركب غير عالم بجهله، فانضم إلى الجهل جهل آخر وهو عدم علمه بجهله. ودي مصيبة كبيرة دي. يعني البسيط إذا يتعلم بسرعة، أما المركب لا، لابد أن تنزع منه التركيب، ترجعه إلى الإيه؟ إلى الجهل البسيط فيتعلم. قال حمار الحكيم لو أنصف الدهر يوما كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. بل لو كان الراكب عليه ده في انصاف في عدل يعني، كان أنا اللي أركب، لأن جاهل بسيط، أما هذا جاهل مركب. فإذا مثلا حديك مثال، لو سألتك أي مسجد هذا وأنت لست من أهل هذه البلاد، فقلت لا أدري، هذا جهل، عدم الأمة إن شاء الله، لا أدري. أما إذا أخبرتني بأنه مسجد الحسين، هنا جهلين ده، أولا لا تعرف هذا المكان، وأخبرت بشيء إنه اجتمعوا اثنين مركب، يعني فيه حاجتين، فيه جهلين. البسيط له علاج، أما المركب لا علاج له. ولذلك لو جلست مع النصارى أو مع غير المؤمنين البسطاء العوام تستطيع بسرعة تقنعهم، لأنهم ما عندهمش أدلة تمسح بسرعة. أما العلماء اللي هم ماخذين أدلة خطأ وقياسات ومغالطات لا يمكن تقنعهم، ده بل بالعكس ممكن هو بمهارته وحججه والقياس اللي عنده والشكل الأول والشكل الثاني والمقدمات المغلوطة اللي انت مش هتستطيع يعني تفهمها وحيبنى على نتائج فيلزمك، وهو على باطل، لكن كل ما في الأمر حجج منطقية عقلية. وإذا فسدت المقدمات لابد من إيه؟ من فساد النتائج، كيف تنتبه؟ يبقى إذن الأول الاعتقاد الصحيح لو مطابق، والثاني الاعتقاد الايه الفاسد او الجهل المركب وهو مجمع على كفر صاحبه. نعم فاسد يعني غير صحيح، غير صحيح او كان، وهو الاعتقاد ما ينفعش بسيط، لازم يكون مركب. اعتقد لابد يكون فيه عقيدة، والعقيدة ده لازم ينفعش فيها لابد في شيئين عابد ومعبود، وأعتقد إيه أنفعش فيها لابد يكون فيه تركيب، وأنه آثم غير معذور مخلد في النار. اجتهد أو قل اللي هو إيه، يعني واحد اجتهد في النصرانية وألف في كتب وقعد يفسر في إنجيل لوقا وتعب وأفنى عمره، سواء كان نصراني مقلد ما عندهش أدلة أو كان علام هو في النار، ولا يعتد بخلاف من خالف في ذلك من المبتدع. لكن إذا كله إيه اتفقنا في ثلث المسألة، ثلاثة حكموا بإيه لما الظن الإيمان إيه مجمع على بطلانه، والأول مجمع على صحته. صح، نجمع كده الاعتقاد المطابق ده وغير المطابق. غير المطابق اللي هو ناشئ عن اعتقاد فاسد او ناشئ عن جهل مركب، ده اجمع على ايه على بطلان. فلم يبقى الا ايه الاعتقاد الصحيح اللي هو مطابق ولكنه وهو جازم ولكنه ناشئ عن غير دليل لو التقليد. فلم يبق إلا الاعتقاد الصحيح الذي حصل بمحض التقليد. فهمت الآن دلوقتي؟ يعني حصل واحد من أقسام غير الجزم الثلاثة اللي هم الثلاثة دولة بعض بالإجماع، وإن حصل بالقسم الأول اللي هو العلم صحيح بالإجماع. بقي عندنا كام قسمين، الاعتقاد اللي هو ناشئ عن الجهل المركب أو ناشئ عن الاعتقاد الفاسد إذا مجمع على بطلانه. فلم يبق إلا قسم واحد وهو الاعتقاد الصحيح الذي حصل بمحض التقليد. يعني خذ بالك اعتقاد جهل هو صحيح، بس ايه الفرق بينه وبين الاعتقاد اليقيني؟ ده اعتقاد جازم وهذا جازم، ده معتقد ده معتقد، هذا جازم وهذا صحيح وهذا صحيح، فما الفرق بينهما؟ في دليل في غير دليل. ها؟
اي بس برضه فرق كتان ده في دلوقتي. لكن ايه الفرق الثاني؟ ما قلنا تعريفه ده انه هذا ناشئ عن دول هذا ناشئ عن دول. لكن ايه الفرق بين هذا وهذا؟ ان هذا راسخ وهذا ذنب، يوصفان معا بالجزم، لكن الاعتقاد الناشئ عن علم وعن دليل يسمى راسخ. ايه معنى راسخ؟ يعني لا يعرض له شك او زوال بشبهة او يعني تشكيك او بزعزعة لا يزول ابدا. ولذلك لم يصف الله تعالى المعتقدين كلهم بالرسوخ، ولكن وصف اهل الاعتقاد اللي هو عن علم، والراسخون في العلم مش في الاعتقاد يقولون. فاذا مين اللي يوصف بالرسوخ؟ اللي بالاعتقاد مبني على العلم. لو جاءت له الف شبهة لا يمكن. اما الاعتقاد الجازم المطابق اللي هو عن غير علم ممكن باقل شبهة يضيع. ما هو مقلد يعني اقل شبهة فيه. ممكن يأكل الشيطان في قلبه، ممكن يحبس له الردة او الزيغ او الفرق بينهما انه هذا راسخ وهذا غير راسخ. لكن من جهة انه صحيح ده صحيح، من جهة الجزم اثنين جزم، من جهة القطع الاثنين قطع، من جهة اليقين اثنين يقين. لكن له ايه؟ هذا راسخ وهذا غير راسخ. يبقى اذا اختلف هم 100% ايه ده؟ هم 100% والعلم ما في حاجة في حاجة اسمها 100% الا العلم اللي هو الاثنين الاولاني فقط ده هو 100% والثاني برضه 100% جازم بس مش راسخ. وده جازم وده جازم. ولو كان مش جازم مش هيبقى اعتقاد، مش هيبقى مرفوض، مش هيقبل. يعني المقلد ايمانه جازم 100% بس ومبادر 100% من ناحيه الجزم، لكن مش من ناحيه الايه؟ الرسوخ والرسوخ والتبع. وقال الذي عليه الجمهور. هنا المساله المهمه دي الان هي ايمان المقلد. من هو المقلد او ما هو التقليد؟ التقليد ماخوذ من وضع الخلاده في العرق زي ما يقلد بهيمه او كذا، الانقياد يعني. يعني ينقاد او يتبع او يعتقد معتقد الغير بغير بغير ايه؟ مش بغير دليل، ما هو بغير معرفه الدليل. هو من كل بغير دليل معناه ما فيش دليل، ما هو في دليل بس المقلد لا يعرفه. فاختلفوا فيه على ستة أقوال. إيمان الإيه؟ المقلد. إيه معنى المقلد؟ والذي يقلد في الاعتقاد أو في تقليد في العمل. بس الآن احنا بنتكلم في تقليد المذاهب الفقهية. ده مجمع على جوازه لأنه لم يبلغ الناس مرتبة الاجتهاد. فلا بد من التقليد مهما كنت، حتى لو كنت شيخ الأزهر برضه مقلد. في الفقه في الفروع نعم، انما في العقائد يبقى لا بد من ايه؟ من الدليل حتى تخرج من رتبة التقليد. الدليل ده يعني هل دليل تفصيلي عن حل الشبه لا لا، الدليل ده قال هو حتى ولو كان ايه دليلا جملي اجمالي وهو ايه المعجوز عن تفصيل الشبه. طالما عنده دليل اجمالي في الجملة كما قال الأعرابي البعرة تدل على، يعني لو قال لك لا يمكن أن يكون هذا الوجود بدون خالق لأنه لا يوجد فعل بدون فاعل، هذا دليل عقلي. ولا توجد صنعة بدون صانع، ولا قتيل بدون قاتل، ولا كتابة من غير كاتب، وهكذا. هذه أدلة. لكن لو ما يجي شبهة ما يعرفش يفصلها، ما يعرفش يرد عليها، ما يعرفش يجيب المقدمتين الصغرى ويجيب الحد الوسط، ما يعرفش الكلام ده. يبقى إذن هذا ده من شأن المتخصصين والعلماء. لكن في دليل تمام. إذا كان في دليل يبقى خرج إيه عن إيه عن موضوع إيه التقليد. إذا معنى التقليد اتباع قول الغير بغير أن يعرف الدليل. قالوا إيه لو رجع المقلد هل يرجع المقلد؟ يعني مثلا لو واحد مقلد واحد مثلا فرجع المقلد عن دينه، فإن اتبعه المقلد هنا الإمام ده غير صحيح ما ينفعش. وذلك اختلفوا
هل يكفي التقليد في عقائد الإيمان؟ طبعا في تفصيل في كلام كثير من السنوسي والأشعر والباقلاني وإمام الحرمين وغيره، لو أردتم تفصيل نفصل إن شاء الله بس في المرة القادمة. المهم يعني القول اللي هو أقرب إلى الصواب، قالوا إنه يكفي التقليد في عقائد الإيمان مع الإثم إن كان عنده أهلية للنظر، أما إن لم يكن عنده أهلية للنظر إذا مؤمن ناجي وغير عاصي. إذا كان لا، أما إذا كان عنده أهلية للنظر قادر على الاستنباط وعلى الأدلة ولم ينظر، إلا هنا إيه مؤمن عاصي. إذا التقليد المقلد مؤمن عاصي إن كان فيه أهلية للنظر. النظر يعني الدليل المعرفة، لأنه أول واجب على المكلف هو إيه؟ والمعرفة. على المعرفة كيف تتم؟ بالنظر العقلي. إذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طب والنظر كيف يتم؟ قالوا بالقصد إلى النظر. إذا بعضهم قال أول واجب المعرفة، بعضهم قال لا أول واجب النظر الموصل إلى المعرفة، أن المعرفة حتصل إليها عن طريق النظر، والنظر لا يتم إلا بالقصد. فهذا كله ايه خلاف لفظي، يعني وسيلة الواجب واجب ايضا، الوسيلة الى الواجب واجب ايضا. اذا في اقوال في ايمان المقلد، المحققون الجمهور من اهل السنة كالاشعري وعندك السنوسي في السنوسية الكبرى قال لا يصح الاكتفاء به في العقائد الدينية. وهنا الشيخ اللي هو الشيخ الاتباعي ومع الشيخ الدربير هنا قال ايه هذا هو الحق الذي لا شك فيه، وبعضهم ادعى الاجماع عليه، لكن تفصيل الاقوال في ذكر الايمان المقلد ان شاء الله في الدرس ليه خلينا واقفين على ايه مساله الاعتقاد الصحيح.